مدينة الطرفاية كانت قلعة أوروبية وسط الصحراء، تعايشنا مع الفرنسيين جوا والإسبان برا وكذلك الإنجليز بحرا. احنا الآن يعني قدام معلمة تاريخية اللي نقولوا على أنها أقدم معلمة تاريخية في الجنوب المغربي. تم تشييدها سنة 1882. هذا كان الغرض منها، هو إنشاء مركز تجاري في مدينة الطرفاية اللي تم يعني إنجازه من طرف مهندس وكذلك تاجر إنجليزي اللي اسمه دونالد ماكنزي. ولكن قبل من 1882 بالضبط يعني كانت الطرفاية يعني ذو أطماع أجنبية ياسرة، من بينها الفرنسيين والإسبان، لأنهم كانوا كيشوفوا على أن مدينة الطرفاية كتزخر بواحد ثروات طبيعية ياسرة اللي عطاها لها مولانا، من بينها البحر، من بينها الكتبان الرملية، من بينها ياسر من المسائل، وكذلك القرب الجغرافي مع جزر الكناري. هذا الشيء اللي خلى الإنجليز أنهم يعني يجوا لمدينة الطرفاية ويحاولوا أنهم يربطوا علاقات مع سكان المنطقة باش يسهلوا لهم يعني مأمورية أنهم يدخلوا لمدينة الطرفاية. وكان يعني اتفاق من بين بعض القبائل وكذلك بعض الناس مثلهم محمد بيروك، يعني اللي كانت تربطوا علاقة بيناتهم، ويعني وعد دونالد ماكنزي على أنه يعطيه يعني بقعة أرضية فين يبني واحد المنطقة يعني فين يعني تكون مركز تجاري اللي كيربط بينها وبين ليفربول الإنجليزية. هنا بالضبط يعني واعدوا مني واعدوا يعني، ولكن القبائل فرضوا عليه على أنها تكون وسط البحر، لأنه آنذاك قديما كانت فكرة على أنه أرض المسلمين لا يدخلوها النصارى. هذا الشيء علاش يعني تبنات كاسامار وسط البحر. فعلا باشرت العمل ديالها إلى حدود 1885 بالضبط، عندما فطن الحسن الأول بتواجد الإنجليز في مدينة الطرفاية ورسل الحاجب الملكي ديالو بو أحمد. هذا الحاجب هذا الملكي اللي جا لمدينة الطرفاية وتفقد الوضع وشاف على أنه الإنجليز متواجدين هنا، قرروا على أنه يعني يستفسروا الإنجليز علاش دخلوا لمدينة الطرفاية. وفعلا يعني كان الجواب هو تهربا من الضرائب اللي كان آنذاك كانت مفروضة في شمال المغرب. كما كتشوفوا على أنه هذه المعلمة التاريخية ما زالت موجودة إلى حد الآن، لانه انا ذاك ملي كنت نتكلموا على البنايه ديال هاد المعلمه التاريخيه هذه، كانت مساعده من القنصل البريطاني اللي كان موجود في جزر الكناري، اللي وفر دونالد ماكنزي جميع الشروط، منها مواد البناء كالخشب وكذلك الحجاره اللي جات من جزر الكناري وكذلك اليد العامله اللي جات من جزر الكناري. المهمه ديال هاد الدار اللي كتشوفوا امامنا هي مركز تجاري اللي كان كيتعتبر مركز تجاري دولي انذاك، اللي ربط بين ليفربول لمدينه الطرفايه وكذلك ربط بين جزر الكناري ومدينه الطرفايه. هنا كنرجعوا لواحد القضيه مهمه، على انه مدينه الطرفايه القرب الجغرافي ديالها وجزر الكناري اللي كتستقبل كل سنه 40 مليون سائح، والطرفايه يعني هي اقرب نقطه لجزر الكناري. يعني وكانت التجربه سنه 2007 بالضبط، ملي كان الباركو ارماس يعني كانوا كيجوا وفود ديال الاجانب من مدينه الطرفايه، ولكن كانت البنيه التحتيه ضعيفه. الان كنشوفوا ان مدينه الطرفايه يعني غاديه في هذا التوجه ديال السياحه، لما لا غدا يتعاود ترجع هذا الخط البحري هذا يربط بين طرفايه وبورتو روساريو ديال فورتي فينتورا، ونرجعوا نشوفوا السياحه.